اهلا بحضراتكم. ضيفنا النهارده مخرج سينمائي كبير قرر الدخول في لعبه السياسه والمنافسه على مقعد دايره كفر شكر في البرلمان اللي جاي. طبعا النهارده كان في الحكم بتاجيل الانتخابات، ولكن بالتاكيد نيته موجوده حتى وان اجلت قليلا. طبعا عايز اعرف قراءته للمشهد السياسي في الوقت الحالي، استعداداته للانتخابات هتكون ايه، وعايز اعرف هو شايف كمان دور القوى الناعمه والفن والثقافه في استعاده الروح المصريه ومكانه مصر مره تانية. برضو اكيد تابع زياره الرئيس السيسي للسعوديه، واكيد متابع ما يحدث من داعش من محاوله لترهيب المنطقه كلها وتصويرهم لجرائمهم البشعه وعرضها بهذا الشكل. هو اكيد له وجهه نظر فيه، هل يوافق على حاجه اسمها مصالحه او توبه للاخوان ولا ما يوافقش؟ اسمحوا لي ارحب بالاستاذ خالد يوسف، الكاتب والمخرج والثوري والسياسي. اهلا بيك، ازيك؟ اهلا بحضرتك. قول لي انت فين الاول من السينما؟ احلام راحت مؤجله. فين السينما؟ ما راحتش ولا حاجه، هي مؤجله يعني. الفن ممكن يتاجل شويه، لكن حال الوطن وحال الناس اللي احنا منتمين ليهم ابناء هذا الوطن ما يتاجلش. الثوره اخذتك يا استاذ خالد؟ خدتها. هي الثورة مش كمصطلح، أنا يعني الناس يعني بتناضل من أجل الثورة كأن الثورة هدف. يعني الثورة في النهاية وسيلة لإصلاح أحوال الناس، لأن الناس تعيش حياة أكرم من اللي هي عايشاها أو أفضل من اللي هي عايشاها. يعني اللي هو زي ما بيقولوا الثورة هي فن التغيير أو علم التغيير. فتغيير الأوضاع اللي موجودة، الميزان المقلوب، الظلم الاجتماعي اللي موجود، حال الفقراء، حال الغلابة، كل ده هي دي اصلاحها، هي اهداف الثوره. فمش الثوره في حد ذاتها هي القضيه، القضيه هي ما تنتجه هذه الثوره من تغيير على الارض. هو ده اللي هممني، وهو ده اللي انا بسعى ليه، وهو ده اللي بقول ده ما يتاجلش. ممكن الاحلام السينمائيه اللي تعبر عن رؤيه ما عايز تقولها ممكن تؤجل شويه، لكن لو ما انصلحش حال الناس من دلوقتي وكلنا شاركنا في اصلاحها، البلد اللي احنا منتمين ليها، بعتقد لو الفرصه فاتت هتبقى صعبه. ليه عايز تترشح للبرلمان؟ ليه عايز تبقى نائب في البرلمان؟ والله يعني انت ما تيجي تتكلمي على احنا خرجنا من يوم 25 قعدنا في الشوارع 3-4 سنين بنتعذب عشان نوصل لايه؟ زي ما قلت لك من شويه، عشان احوال الناس تتغير، عشان الغلابه تاخد حقها، عشان الفقير اللي بيعيا ما يموتش. لان عندنا في بلدنا، مش في كفر شكر، في مصر كلها، الفقير لما بيعيا بيموت. طبعا. عشان شبابنا يلاقوا شغل، ما يبقاش في 10 مليون عاطل، عشان الناس اللي مش واخده حقوقها بشكل عام في البلد بفعل الواسطه والمحسوبيه والفساد ترجع تاخد حقها تاني، عشان دولة فيها يبقى فيها تكافؤ الفرص. ابني وابنك لما يتقدم لوظيفة او لكلية حربية او لكلية شرطة ما يبقاش مضطر يروح لواسطة، ياخدوه لانه كفء مش لانه يعرف فلان او علان. بالظبط، يعني دولة العدالة، ارساء دولة العدالة. فاحنا الحكاية مش ما خدتنيش عشان الثورة في حد ذاتها، قد ما هي اهداف الثورة اللي عبر عنها الضمير الجمعي او العقل الجمعي المصري في شعارات ستة، زي شعارات 23 يوليو يعني. لأن أهداف الثورة في 23 يوليو كررها الضباط الأحرار، قالوا القضاء على الاستعمار وأعوانه، القضاء على الإقطاع، قالوا كده الأهداف بتاعتهم. الثورة المرة دي ميزتها وعظمتها إن مفيش فريق شكل أهداف الثورة، ده العقل الجمعي المصري. لا يستطيع حزب ولا زعيم ولا تيار سياسي يدعي إن هو أفرز شعارات الثورة وقالها، ده العقل الجمعي عبر عن احتياجاته وقال عيش كريم، قال حرية، قال عدالة اجتماعية، قال كرامة إنسانية. والموجة الأعظم في الثورة في 30 يونيو جت أضافت لهم الاستقلال الوطني والدولة المدنية الديمقراطية الحديثة. دول الست أهداف دول لما يتحققوا أنا أهدأ يعني، أو يعني أو بلاش حتى يتحققوا، لأنه مش هيتحققوا بسهولة في سنوات معدودة، ولكن إن إحنا نبتدي الطريق، طريق العدالة الاجتماعية، طريق العيش الكريم، طريق الدولة المدنية الحديثة اللي بتحترم الحقوق والحريات، تنتفي فكرة انتهاك الحريات، كل الحاجات دي لما تبدأ أنا هبقى خلاص مطمن، أرجع أعود أدراجي كده للفن وأعمل أفلام تستشرف المستقبل زي ما كنت بعمل، أدي رؤيتي في الواقع، أدي دور آخر برضو، لأن الدور اللي أنا كنت بأديه وأنا فنان أنا بعتقد أنه كان
ما كانش دور منفصل ابدا عن لا طبعًا. عن قضايا الناس ولا عن قضايا الامه. انت الافلام اللي قدمتها وقتها يعني عدد من الافلام الحقيقه فيها مشاهد الواحد يعني بيندهش لما بيلاقي ان في منها اتحقق بالظبط زي ما انت تصورتها في الافلام. قولي ازاي الاستشراف ده كان بيحصل؟ يعني هل بتبقى قراءه يعني للواقع كذا زائد كذا واحد زائد واحد هيساوي اثنين، احنا عندنا الوضع كذا فهيؤدي، ولا كان ايه؟ هو طبعا التحليل باعتبار يعني حد جيت من شارع السياسه للفن يعني في ناس كتير ما يعرفوش ان انا انت من ايام الجامعه وانت من ايام الجامعه انا رئيس اتحاد طلاب الجامعه ونضال سياسي وحركه طلابيه واعتقالات برضو ما يمنعش وكل الحاجات دي. اعتقلت زمان امتى؟ في 87 87 كان في حاجه اسمها التنظيم الناصري المسلح وحاجات كده يعني وكان مسلح؟ طيب المهم لا واعتقالات بقى في عشان مظاهرات الجامعه وعشان يعني حاجات كده يعني المهم ان انا جيت من شارع السياسه للفن فانا عندي اوريدي درجه من درجات الفهم السياسي للواقع رؤيه سياسيه او حس سياسي. فلما اشتغلت في الفن اضيف ليهم فكره الخيال السينمائي او خيال المبدع. فلما تيجي تشوف المشاهد اللي موجوده في الافلام ديت اتعملت ازاي هتلاقيها من تحليل صحيح، تحليل ممكن تحليل اجتماعي وتحليل سياسي وتحليل اقتصادي وتحليل نفسي حتى للمجتمع، ده تحليل عقلاني. بس درجة التطابق ان انت تجيبي مشاهد مطابقة للي هيحصل دي احساس الفنان. لان هي كانت مطابقة بشكل كبير، احنا شفنا في افلامك الدبابات في الشارع، وشفنا مشهد يعني لو زمايلي معاهم حتى ده لسه من يومين او ثلاثة كان على موقع جريدة الوطن، هنوريه دلوقتي لحضرتك بس لما يحضروه زمايلي للانابيب البوتاجاز، والناس بيحاولوا ان هم ياخدوهم من المستودع يعني. فدي مشاهد حياتك بتقول ان هو تحليل سياسي مع خيال، بس هو خيال تطابق بشكل كبير جدا مع اللي حصل في المستقبل بعد الافلام دي. ما انا بقول لحضرتك يعني التحليل يوصلك لانه في انفجار هيحصل. تمام؟ الواقع ده بتحليل الادوات اللي على الارض دي تقول لك ان في انفجار، طب شكل الانفجار ايه؟ ما تقدرش انت تتخيله كسياسي، هنا بيدخل دور المبدع اللي بيستطيع يعمل خياله ويشوف مشاهد لما تيجي تشوفيها دلوقتي تلاقيها مطابقه للي حصل. طب انت ازاي قبلها باربع سنين جبتها مطابقه؟ ده بيبقى ده بتاع ربنا بقى، يعني فكره الابداع نفسها درجه من درجات الخيال والموهبه اللي ربنا بيديها لك يعني. فبتعرف تشوف زي كده بالظبط. يعني وظيفه المبدع اصلا هو عامل زي زرقاء اليمامه في اي مجتمع، لازم يشوف ابعد من المجتمع، ابعد من المجتمع مشاهد يعني. وفي مقوله دايما انا بقولها عن الفنانين بيشبهوهم بالفئران. يقول لك وحدهم الفنانين والفئران هم من يستشعرون الخطر. الفرق بين الفار والفنان ان الفار بيقفز من السفينه عندما يستشعر الخطر على طول. الفنان ما يقفزش، الفنان يقعد يصرخ اما ان يساعد في انقاذها واما ان يموت غرقا معها. ده اللي انا كنت بحاول اعمله وما انتبهوش. يعني انا لما قلت في حظر تجول هيحصل والناس هتفتح مطاوي على بعضها في الشارع، الناس هتبقى حاسه بعدم درجه امان لدرجه انها تعمل حديد على الشبابيك، كل ده كان قبل ما يحصل بثلاث سنين. الحظر ده ممكن يوصل لدبابات في الشارع. اتهموني ان انا راجل يعني عندي خلل. اتهمت وقتها يا استاذ خالد؟ اتهموني بالجنون. من مين؟ من النظام اللي كان حاكم وقتها ولا من كل جوكه النظام. ده يعني كل الجوكه كانوا دايما يعني مشروع السينمائي كان يقلقهم. كانوا شايفين انك بتحرض على ثوره ولا كانوا شايفين كانوا شايفين كده، وفي نفس الوقت كان مشروعي كاشف للواقع قوي. كاشف لمدى الظلم والقهر اللي على الارض، فكان ده مش في مصلحتهم ان حد يعمل كده، ما كانوش بيحسوا ان ده مشروع يكرس لبقاء الحاكم على الكرسي اكتر من كده، ده يكرس لنزوله من احلى الكرسي. ففي قطاعات منهم كبيره جدا كانت بتشن حروب عليا وما يغلبوا يتهموني بالجنون. دبابات ايه يا عم خالد اللي هتنزل الشارع؟ دقون ايه يا عم خالد اللي هتسيطر على الشارع؟ يعني ما عملت انا الجماعات المتطرفه طبعا واتهموني بان انا مش شايف الواقع ومش قاري الواقع واللي انت بتعمله ده فيه مبالغات مبالغات ايه؟ ده انا عملت ربع الحقيقه اللي كانت موجوده يعني. طب بما انه الاستاذ خالد يوسف يعني الوالد ناجحه جدا مع الاستشراف، قول لي بقى شايف اللي جاي الفتره اللي جايه ازاي؟
لا بصي انا طبعا عندنا النهارده الانتخابات اتاجلت. فعايز اعرف انت مش بنعلق على الحكم بس انت سياسيا شايف ده مردوده هيبقى ايه؟ انا والله وشايف الفتره اللي جايه صحيح ازاي؟ انا من الناس اللي قلت على قانون تقسيم الدوائر من اول لحظه وده مسجل انه باطل. مش فكره باطل بس ما رعاش الفكره اللي احنا كتبناها في الدستور اللي هي عداله الوزن النسبي للناخب يعني للمرشح. يعني ما ينفعش يبقى نائب ب 70,000 صوت ونائب ب 170,000 صوت. يعني الا استثناءات قليله تتعلق بالمناطق الحدوديه اللي احنا عملنا لها تمييز جوه الدستور. فيما عدا كده ما يبقى الدلتا نفسها انا من الدلتا وانت من الدلتا في دايرتين جنب بعض انا انجح ب او انا الوزن النسبي ليا 70,000 صوت في دايرتي مثلا والدايره الثانيه دايره مثلا فيها عضوين العضو منهم عشان ينجح يبقى ب 150,000 صوت ده كلام على طول ساقط دستوريا على طول. فكنت متوقع انه يعني هيحكم بعدم دستوريا. وقلت الكلام ده في اكتر من موقع يعني بس يعني واضح انه التجارب اللي زي تجاربنا بيقيسوها في بلاد بتعمل هامش كده للعداله انها ما تقدريش تحققها العداله المطلقه او العداله الواحده. هي الصورة هي طبعا جهزوها تمام في كل حتة. والقمح كمان فاكرة القمح بتاع القطر كان عبد القطر كان القطر القمح برضو صحيح. اللي كان الناس بتاخده بالعافية نفس الفكرة يعني. فأنا بس بحمد ربنا إن المحكمة الدستورية العليا أو إن الطعن ده اترفع وإن استجابت المحكمة الدستورية وحكمت فيه قبل إجراء الانتخابات لأن ده كان هيعرض البرلمان أصلا للحل. يعني لو كان الطعن ده اتاخر شويه والبرلمان انتخب كان البرلمان هيتحل. يعني شايف انه افضل دلوقتي عن انه كان يبقى فيه طبعا برلمان وفرنا مليار وفرنا مليار يعني الدوله كانت هتصرفها طبعا كانت هتصرفها في انتخابات وهتعيدها تاني ده غير كل واحد بقى واستعداداته ومن المرشحين ومن الاحزاب والكلام ده كله بالظبط غير الناتج القومي نفسه يعني المرشحين كلهم هيدفعوا كام في دعاياتهم الانتخابيه هتكلفهم كام ما هو ده كله برضه ده اقتصاد طبعا واخد بال حضرتك فده اقتصاد مستنزف فانت وفرتي 2-3 مليار في هذا الحكم بتصور وتاجيله الانتخابات كمان الاراده السياسيه لما تطلع رئاسه الجمهوريه ببيان وتتحدث عن ان كلفت الحكومه ب اعداد انجاز هذا في خلال شهر ده يبقى قد اراده الدوله بقى الناس في ناس اتهمت الدوله انها متواطئه وده قالوه رسمي كده الاخوان واذنابهم يعني قالوا ده الدوله متفقه مع المحكمه الدستوريه انها تاجل الانتخابات سنه وسنتين هم ما بيفوتوش فرصه طبعا علشان ينشروا هذه الاكاذيب او الرد كان ناجز انه اولا كان ممكن اللجنه العليا تستنى نتيجه حكم المحكمه القضاء الاداري لان المحكمه الدستوريه العليا لما بتحكم حكم ده ما بيوقفش الانتخابات. طيب اسمح لي قبل ما اكمل بس عشان في خبر عاجل في خبر عن وفاه 2 واصابه 5 في انفجار عبوه ناسفه محليه الصنع امام اسم اول شرطه اسوان طبعا خبر مؤسف وكل تعازينا يا رب ربنا يرحم الشهداء ان شاء الله. المشاهد دي شايفها ازاي يا استاذ خالد؟ يعني احنا كل يوم والتاني عندنا اما عمليه ارهابيه او انفجار او محاوله ما يعني علشان يزعزعوا احساسنا احنا بالامان في بلدنا. بص اقول لحضرتك حاجه. ما حدث او ما انجزته مصر كان كبيرا. واللي مش مدرك ده مش قاري حقيقه التاريخ. البلد دي بلد مش عشان احنا مصريين بنقول الكلام ده ولا هي شوفونيه مننا ولا هي يعني نرجسيه مننا بنقول الكلام ده، البلد دي من اهم بلاد العالم. اللي يحصل عليها بيبقى صيت سمين. هم كانوا وقعت مصر في حجرهم كده في حجر المؤامرة الدولية اللي كانت بتقودها أمريكا بمساعدة بعض البلاد زي تركيا وقطر وتنظيم الإخوان المسلمين. وكان عندهم هم من فترة بقالهم أكثر من 10 سنين الأمريكان عندهم مشروع كامل لتغيير المنطقة عن طريق ان هم يدوا المنطقة هدية لتنظيم الإخوان المسلمين على اعتبار ان هذا التنظيم هو التنظيم الوسطي في التنظيمات الارهابيه في التنظيمات الاسلاميه اللي موجوده وفي مد اسلامي موجود غصب عنهم ارهابي وسطي يعني هم فاكرين وسط يعني كانوا معتقد ولسه في قطاع منهم معتقد برضه لسه بيراهن ان الاخوان هو التيار الوسط المؤهل ان هو يلم التيارات المتطرفه او يقدر يستوعبها او يقدر يخش فيها فهذه الفكره
كانت بتحقق أولا كل أغراض أمريكا في السيطرة على المنطقة بشكل مختلف، لأن تنظيم الدوري للإخوان المسلمين لا يهمه مصلحة الأوطان، يهمه بس أنه يحكم وأنه يسيطر على مقاليد الأمور، وهو في ذهنه أن المعركة بينه وبين الاستعمار اللي هي أمريكا دي معركة بعدين، بس بعد ما نبقى نعمل دولة الخلافة. يعني عنده أفكار كده هو مرتبها، وبالتالي أنا ما عنديش مشكلة أن أنا أتعاون معه. شفناهم قاعدين في البيت الأبيض لسه قريب يعني شرابي وجمال حشمت ومجموعة فأنا بقول أنه المؤامرة كانت كبيرة جدا وكانت تقريبا خلصت، يعني اتنفذت متى أنت حصلت على مصر. صح. اتنفذت المؤامرة كاملة وبقت قيد التنفيذ ونفذت كما ينفذ السكين في الزبد وكل حاجة تمام. فكانت بالنسبة لهم ان يجي شعب ببساطة شديدة جدا ويروح قالب الترابيزة ديت في ايام وينسف هذا المشروع من اساسه، لانه يتنسف من مصر ويبتدئ من مصر، كل الامور تبدأ هنا وكل الامور تنتهي هنا. لما تنظيم الاخوان يسيطر على مصر يبقى سيطر على المنطقة العربية، لما الامريكان يسيطروا على مصر او المؤامرة دي تسيطر على مصر يبقى سيطرت على المنطقة العربية، بل المنطقة الاقليمية كلها، منطقة الشرق الاوسط. اما الشعب المصري عمل كده كان لابد ان يعاقب، مش الجيش والشرطه اللي وقفوا جنب الشعب هم اللي يعاقبوا بس. الشعب ده لازم يعاقب. مين اللي عايز يعاقب الشعب ده؟ مين عايز كل يوم يبقى فيه شهيد من المدنيين مش بس كمان من الضباط والجنود؟ انا بتصور ان هو تنظيم الاخوان المسلمين، لان كل بس ما انا بقول لحضرتك تنظيم الاخوان المسلمين هو رأس الحربة في هذه التنظيمات كلها. وأولا هم كلهم طلعوا من رحمة. لا أنا بقصد اللي وراهم كمان، أنا بقصد مين اللي ورا كمان الإخوان المسلمين، يعني المؤامرة الدولية دي كلها من مصلحتها إن الشعب المصري يكفر بالتجربة اللي هو بدأها في 30 يونيو، يشعر بأنه هو كان غلطان لما خرج على الإخوان، ولما يشعر انه غلطان يوم يرجع بقى فاكرين بسهوله هيرجع بقى يرتمي في حضن الاخوان. معقوله؟ يعني انا رايي ان في عبث في التفكير. بس هم لو ما وصلوش حتى للنتيجه ديت يفكروا يقول لك ان انت هتسيبهم في حالهم يعني هيقفزوا قفزه لن نستطيع بعدها مواجهتهم. اللي هو الشعب المصري. انت عارفه 67؟ حرب 67 احد الاسباب، ما تقري في كتب التاريخ تلاقي ان 67 يقول لك هدفها، احد اهدافها الكبرى كان كسر حاجه اسمها معدل النمو الاقتصادي اللي مصر كانت فيه. يعني مش بس ان مصر كانت بدات تبدا تصنيع، انت عارف احنا بادين كنا بادين بلد ناهضه بقى داخله في التصنيع وداخله في النووي وداخله في مصانع كبيره، وكانت باديه مع الهند والبلاد دي كانت بعدنا يعني، وكنا قافزين عنهم خطوات كمان. فالبلد ديت انجزت في الخطه الخمسيه الاولى اللي هي كانت من 61 ل 66 اعلى معدلات تنميه في تاريخ العالم على فكره. الكلام ده حقيقي ورجعوا للاقتصاديين. فقالوا لا، ده البلد دي لو عملت الخطه الخمسيه الثانيه ونمت النمو ده بالمعدل ده، دي هترجع بقى لدوله محمد علي وتبدا تشوف تروح اوروبا. يعني زي ما محمد علي فكروا ان هو رايح يغزو اوروبا كده، فلا بد من كسر مشروع. فكان لابد من كسر مشروع جمال عبد الناصر. هنا نفس الحكايه، لابد من كسر مشروع السيسي، لابد من كسر مشروع الشعب المصري بالاحرى عشان نبقى دقيقين. المشروع ده بال 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 بالحماس اللي عند المصريين، بالطاقه الايجابيه اللي عند المصريين ب 30 يونيو لابد كان انها تكسر. لابد ان التنميه ما تبداش تنهض بالبلد ديت، لا لابد ان انا اعوقهم كده واحسسهم بالرعب عشان ما ينهضوش قوي. لو نهضوا حتى يبقى نص نص عشان الناس تبدا تقول الله هو فين بقى السيسي اللي وعدنا بكذا وفين السيسي اللي وعدنا بكذا. راجل بيحارب على كل الجبهات. ودايما انا بقول ان المشكله بتاعتنا ديت لما تقري تاريخ مصر عبر 7000 سنه دائما التهديد كان يجيء من بوابه واحده، يا اما البوابه الشرقيه، وفي اغلب الاحيان كانت البوابه الشرقيه اللي هي بوابه فلسطين، واحيانا من الشمال. ما كانش في تهديد بيجي لنا، في احيان بسيطه جدا جالنا من الغرب من ليبيا في اسرتين. ما كانش بيجي من الجنوب طبعا. كان بيجي برضو كلها استثناءات قليله بس معظمها كانت من البوابه الشرقيه. لكن لما تجتمع عليكي كل الجهات الاصليه بما فيها، يعني انا بقول الجهات الاصليه اسمها ايه؟ الجهات الاربعه مش كده؟ لا احنا في عندنا الجهات الخمس. يعني عندنا البوابه الشرقيه مهدده، البوابه الغربيه في ليبيا مهدده، الجنوب في السودان بيجي لنا منه تهديدات وعندنا منابع النيل عندنا مشكله فيها، وبعدين الشمال المؤامره الغربيه اللي احنا بنتكلم عنها اللي بتقودها امريكا وقطر والخمسه إيه من الداخل، وبعدين الخامس من الداخل. فانت عندك لاول مره في تاريخ مصر، عشان كده الناس لابد انها تدرك حجم انت بتعيش حرب اهم من او يعني اكبر. وفي سته
فضائي بقى والجيل الرابع وال الفضائي ده بيخدم على دول كلهم, بيخدم على كل ده سلاح من اسلحه هذه التهديدات كلها. بتساعد هنا وبتساعد هنا وبتساعد هنا وبتساعد هنا. فالمصريين لابد ان هم يدركوا, انا ماليش ان انا اقول لهم كده, هم مدركين من غير ما انا اقول لهم, بس انا متاكد ان المصريين مدركين ان المره دي عبر 7000 سنه انت يعني معرض لتهديدات لم تحدث في تاريخ مصر. هنواجهها ازاي؟ هننتصر عليها ازاي؟ هي الاراده المصريه اللي انا بقول دايما ان من خلال استشرافك كده شايف ايه؟ المصريين شعب عادي جدا واقل من العادي في اوقات الاوقات العاديه اللي ما فيهاش محن وما فيهاش تحدي, ودي ميزه المصريين وعيبهم. يعني لما تبقى ما فيش اي مشكله وما فيش اي تحدي بتريح شعب بيريح ويبقى كسلان كمان, وساعات ممكن نقول عليه كلام كمان مش لطيف. لكن المصريين مبدعين وعمالقه في اوقات المحن. اوقات المحن بيبقوا مختلفين تماما. فانا عشان كده انا مراهن ان احنا مش هننتصر, ده احنا هننتصر وهننتصر وننهض, لان هم حاطين لنا تحدي. يعني اللي بيدرس الشخصيه المصريه المفروض ما يعملهاش التحدي ده. لان من غير التحدي ممكن احنا بعد 30 يوم نريح. نقول خلاص الحمد لله خلصنا الاخوان بقى. طب تبص لقينا ممكن رجعنا تاني لاسلوب عقيم يخلينا ما نتقدمش. لكن لما تخلق للمصريين التحدي اللي موجود ده هيخربش في الصخر وهينتصر. بتشوف طبعا كل ما يبقى فيه قنبله ولا انفجار الناس تروح وتقف حواليها وتقول ايه يتطوع ان هو يساعد انه يفكها والكلام ده كله. المصريين مختلفين عن اي شعب في في الارض. يعني في بجد في اوقات التحدي بيثبت ان الحضاره دي كلها ما كانتش هباء كده. الارهاب اللي هم بيحاولوا يعيشونا فيه كل يوم, وسواء في سيناء او حتى في القاهره في محافظات مصر المختلفه, قول لي هل ده انت شايف ربط ما بينه وما بين الكلام كل شويه عن مصالحات؟ يعني هل ممكن يكون او خلينا نقول بالعكس, يعني الكلام عن مصالحه هل ده له علاقه بحاله الترهيب اللي بيحاولوا يعيشونا فيها؟ يعني طب ما تتصالحوا معاهم يمكن الامور تهدى, ولا ايه؟ ولا ليه كل شويه يقولوا لنا مصالحه وتوبه؟ انا الرئيس السيسي لما قال التصريح بتاع اسالوا المصريين, اسالوا المصريين ما تسالونيش, انا كان نفسي كمان يقول حاجه قبل ما اسالوا المصريين, اسالوا الاخوان قبل ما تسالوا المصريين. بمعنى انت ازاي بتتكلم على مصالحه في وسط تنظيم عمال يقتل فيك, تقتلني كل يوم وبين تقول لي نتصالح وبعدين تقول لي نتصالح؟ يعني انا الاول ابدا اتكلم, وبالمناسبه مش هو اللي بيقول, هو في ناس تانية بتقول احنا بنعرض, الاخوان ما طلبوش بس احنا بنعرض. ما هنا الكلام بقى, هنا مربط الفرس مدام ريهام, ان مفروض القاتل والمجرم والمتجني والجاني يدرك خطأه ويعتذر عنه ويقول مش هعمله تاني, ما تيجي نتصالح. فابدا انا افكر كمجني عليه اتصالح ولا ما اتصالحش, اسامح ولا ما اسامحش. اذا كان الجاني ده والمجرم ده والقاتل ده بيواصل ارهابه وقتله وترويعه للمصريين يوميا, يبقى ما فيش مجال اصلا حتى ان انا اسال المصريين. صح, مش يعني الخناقه تخلص وبين نتصالح. يعني بالظبط. يعني انا بقول لحضرتك كان نفسي الرئيس يقول قبل ما يسال المصريين اسالوا الاول اللي هم بيقتلوا دول, هم عايزين ولا يبطلوا الاول القتل ويعتذروا للمصريين, وبعدين المصريين يشوفوا اذا كان هيقبلوا ولا ما يقبلوش. يعني هنا تتابع الاحداث كده, او المشاهد تتابع المشاهد بقى بلغه السينما لازم تبقى كده, تتوقف عن القتل والارهاب ثم تعتذر للمصريين ثم تنتظر المصريين هيرضوا يصفحوا ويسامحوا ويعملوا ولا لا. وادفع ثمن جريمتك يعني كل كمان. محاسبه كل المحاسبه طبعا ما فيهاش كلام, بس انا بكلمك على المبدا نفسه. يعني ما حد يبقى عامل حاجه كده لازم تبقى ده التتابع. لكن في وسط انت عمال تقتل وانا بقتل تقول لي نتصالح, يعني مفيش منطق. وانا بعتقد انه يعني فكره رد الامر للمصريين في ذكاء من الرئيس السيسي لانه عارف رد المصريين. او بالمناسبه في كل كلماته او خطاباته دايما بيحرص على كلمه المصريين, وبيحرص على فكره انه في الحاجات اللي فيها قرارات كبيره او قرارات مصريه انه هو بياخد راينا احنا, او انه هو بيرجع الامر للمصريين. شايف دي ازاي؟ انا شايف ان الراجل ده بيحترم قوي الشعب المصري, بيحترم قوي يعني, وعبر عنها في كذا مشهد دال ومهم. يعني مره في ما قال المصريين اللي صاروا مرتين يصوروا مره ثالثه ويشيلوني انا شخصيا بنظامي. ده احترام للشعب المصري انه عارف ان الشعب ده ارادته في ايده. هو من ملك مصيري في ايد هذا الشعب. يعني من ملك ان هو يختار هذا الرجل بهذا الاندفاع الشعبي هو اللي يملك يقول له لا احنا خلصنا هذه المبايعه وهذا التفويض. ده احترام للشعب المصري, تقدير ليه. لما يجي يقول ان انا شهريا او
حتى كل ست شهور هطلع في حديث زي اللي عمله من القلب كده للمصريين، يشرح لهم كل شيء بشفافية كاملة. كانش في قائد بيطلع عبر ال 30 40 سنة اللي فاتوا يقول للمصريين أي حاجة، كلها قرارات فوقية أنا ما أعرفش. أنا يعني كانوا بيفكروا إن مصر بجد عزبة، هو عارف مصلحة العزبة أكتر من ساكنيها، وبالتالي يستطيع أن هو ياخد القرارات اللي هو عايزها لأنه هو أحكم وأدرى من الشعب وعارف مصلحته أكتر منه، والشعب ده أصلا تقريبا مش ما بالكش سن الرشد، وبالتالي أنا مش ضروري أن أنا أقول له ولا أسأله. زي ما يبقى عندك طفل كده وبتاخدي له قرار مش ضروري ترجعي له لأن أنت عارفة أن هو ما بالكش سن الرشد، يعني ما مش هيعرف يفكر معاك، فبتاخدي له القرار الأصوب. انا رايي الرؤساء في فتره لا، وبالنسبه للاخوان هم جايين من عند ربنا كمان، فكلامهم يمشي على الكل. ف 30 40 سنه اللي فاتوا انا رايي الرؤساء كانوا بيعاملوا المصريين على انهم شعب قاصر لسه ما بلغش سن الرشد. هذا الرجل بيعامل المصريين على انهم شعب مش بلغ سن الرشد، بلغ الحكمه ومنتهاها. هو الحاكم، هو الحاكم الفعلي. هو عارفه الجمله اللي قالها الدستور، الشعب السيد في الوطن السيد. هذا الرجل الذي يحكم البلاد انا بتصور ان هو مؤمن بهذه الكلمه، ان الشعب ده هو السيد وهو اللي يستطيع ان هو يجيبه، وهو اللي يستطيع ان هو يقرر مصالحه ولا لا، هو يملك امره. يعني كذا مشهد دال يؤكد ان هذا الرجل يحترم هذا الشعب. طيب انا عايز اتكلم برضو على المشاهد وبعين الخبير، يعني حياتك تقول لنا طبعا داعش والتصويرات وكل ده، بس الاول قبل ما اروح لدي عايز اطرح على حياتك جزئيه عشان نكون قفلنا برضو موضوع الانتخابات تحديدا الاول او البرلمان. من ضمن الاشياء اللي يمكن البعض الان بسببها يعني على البرلمان اللي جاي، انه البرلمان اللي جاي يعني هيقلص قوي من صلاحيات الرئيس، واحنا ما عندناش لسه الاحزاب ما كانتش استعدت يعني بشكل كافي في الفتره اللي فاتت، وبالتالي اذا جه في هذا البرلمان اكثريه من التيار الاسلامي السياسي، او اذا جه يعني ايضا رموز من الحزب الوطني، ممكن مصير مصر تاني يرجع في ايديهم. فحياتك من اللي وضعوا هذا الدستور؟ يعني قولي ليه جت او يعني ليه جت الماده دي بهذا الشكل؟ الباب بتاع الحكم، باب الحكم في الدستور انا رايي باب متوازن جدا، عامل توازن ما بين السلطات، بس هو المنطلق بتاعه او الكونسبت بتاعه هو ثقته في الشعب المصري. يعني ثقه وضع الدستور في الشعب المصري هو ما جعلهم يضعوا المواد بهذا الشكل ويعملوا هذه التوازنات. انا بعتقد ان الشعب راشد برضه، انا كمان يعني وبعتقد ان الشعب هيعرف يفرز نواب يعبروا عنه بجد. بس احنا لازم نقدم للشعب اللي ينتخبه، يعني احنا كاحزاب وكسياسيين وكده. ده صحيح، ده صحيح. هو هيختار، بس انت مقدم لي ايه اختار من بينه؟ ما هو ال 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 يعني ال انا بقول ان هم الشخصيات اللي حضرتك بتتكلم عليهم اللي متخوفه من وجودهم في المجلس الجديد هيبقوا فراده، مش هيبقوا اعداد كبيره زي ما الناس متصوره. فده هيبقى ناتج من التيار المدني، هيبقى واخد اكثريه او اغلبيه. انا رايي التيار يعني الاسلام السياسي او الاخوان المسلمين او غيرهم ما فيش اي حظوظ ليهم ولا اي فرص ليهم على الاطلاق. ولا حزب النور؟ على الاطلاق ولا حزب النور. ولا حزب النور ليه؟ المزاج فكرت الشعبي. فيها شويه فكرت فيها لان المزاج الشعبي متجه لده. متجه لده يعني متجه معاهم ولا ضدهم؟ يعني ضد الفكرة دي كلها، لأنه هم اتكووا من هذه الفكرة أن هم صدقوها وانكووا بيها كما لم يكووا من قبل. يعني هم انكووا النظام حسني مبارك 30 سنة قعدوا يتلسعوا شوية بشوية. جالهم هذا الطيار بأحلام وبإرث تاريخ أنه مضطهد وأنه هو لو مسك هيحقق وهيحقق، فكوى صوابعه في سنة. فعندهم تحسس. بس ده رغم ان حزب النور اعلن يعني وقت 3/37/6 ان هو مع ثوره الشعب. حزب النور يعني انا بقولها ودايما بقولها احقاقا للحق، انه احد العوامل الهامه في نجاح 30 يونيو انه ما كانتش هتنجح بالقدر ده لو ما كانش موجود في مشهد 3/7 حزب النور، لانه كانوا هم عمالين يروجوا ان هذه الحرب. رغم كده الشعب مش هينتخبهم. طب ما هم كانوا من اسباب نجاح 30 ماشي اوكي، بس الشعب مزاجه النفسي، انا بتكلم عن المزاج الحاد بتاع المصريين، انه شايفين الحزب النور مثلا ممكن يبقى واخد
تاتش كده، واخد حاجه من الاخوان المسلمين مثلا او الفكرة لسه القلق او الخوف من هذا التيار مرعش. عشان كده بقول ان جريمه الاخوان المسلمين سيدفع بعض ثمنها تيار زي حزب النور مع انه لم يشارك فيها. انا بقول لحضرتك فالفرص مش كبيره. تمام. تعالي قولي، ارجع لك لاصل الموضوع. انا مطمن من فكره ان الشعب هيختار انسب الناس واحسن الناس في ظل حتى لو كانت عنده الاختيارات ما بين السيء والأسوأ هيختار السيء. لكن مش في معظم الاحوال هيحشر ما بين الاختيارين دول. يعني في احيان كثيره هيحشر ما بين ان في حد اكثر احتراما موجود هينتصر ليه الشعب المصري. ثم ان لو الناس دي حتى دخلت، انا عايز اقول لك لما سالوني انت متفائل بالبرلمان، انا قلت لهم انا متفائل بالشعب. ده الشعب السيد، بمعنى الشعب اللي هيشكل هذا البرلمان، مش هيشكله بس، ده هو قاعد في المشهد. يعني انت تتخيلي لو البرلمان اللي انا انتخبته في دايرتي ما عبرش عني وما راحش يجيب حقوقي بجد، انا هسيبه دلوقتي؟ الشعب دلوقتي بيسيب حد؟ ده مش سايب مسؤولين، يعني هيسيب نائب هو جابه بإرادته كده بهذا الشكل؟ أنا بتصور إنه مش هيسيبه. يعني هيبقى في ضغوط على دول إن هم حتى لو لهم مصالح تتصادم مع مصالح الناس هيتخلوا عنها غصب عنهم تحت الإلحاح الجماهيري والضغط الجماهيري. عشان كده الشعب لازم يبقى موجود في المشهد، وأنا متفائل إن الشعب موجود في المشهد. يعني ما تتكلمي على ملف العدالة الاجتماعية، أنت عايز تقولي حاجة الأول؟ لا لا كمل اتفضل. لو اتكلمتي على ملف العدالة الاجتماعية، لو عايزين نتكلم على ان في قانون العمل عايزين نغيره ونخلي العامل القطاع الخاص يتساوى بالقطاع العام، تمام، هيوقف لك الناس اللي حضرتك بتقول الكلام عليهم دول لانهم اصحاب اعمال، هيوقفوا لك في البرلمان. دي من المواضيع اللي حضرتك عايز تطرحها في البرلمان. طبعا. لو ما يقفوا في البرلمان ويطلع واحد زي حالاتي يقول لي يا شعب هؤلاء اللي انتوا انتخبتوهم مش عايزين يدوا حقوق العمال القطاع الخاص ولا عايزين يدوهم حد ادنى الاجور زي القطاع العام، هيعملوا فيهم الناس، هيقطعوهم الناس. لما اجي اقول على التامينات، لما اجي اتكلم على الفلاحين مثلا اللي مفروض عملنا لهم في الدستور مواد عظيمه تلزم الدوله بشراء المحاصيل الزراعيه وتوفير الاسمده عشان نلغي السوق السوداء الى اخر المواد العظيمه دي كلها، هنيجي نعمل لها تشريعات. اصحاب رؤوس الاموال ممكن ما يبقاش لهم مصلحه لانهم عندهم احتكارات في المحاصيل دي، ولهم مصلحه ان هم يستوردوا، ولهم مصلحه ان هم اللي يبيعوا. لما انا الزم الدوله واخلي الدوله تشتري من الفلاح عشان تخليه يكسب بدل ما مخروب بيته، هو هيبقى ضد هذا المشروع. طب هل هيقدر يواجه الفلاحين في دايرته وهو واقف ضد مصلحتهم في البرلمان؟ هنا القضيه بقى، ان انا بقول لك ان الشعب ما كان نايم كان ممكن الناس دي تبقى لها، لكن الشعب حاضر، وبالتالي حتى لو الشعب حشر ما بين السيء والأسوأ واختير السيء ووصل البرلمان، السيء ده لم يستطيع ان يمارس ما كان يمارسه في الماضي، لان الشعب هيحاسبه ويقومه. بالظبط. هو هيضغط عليه وممكن ما يعني انا بتصور الامور ممكن تصل الى ثورات في الدوائر. يعني انا بكلمك على موضوع محدد بشكل عملي عشان يبقى في مشهد قدام. انا بعمل دلوقتي بقدم اقتراح لاصدار تشريع يلزم الدوله بشراء المحاصيل الزراعيه اللي بارت عند الفلاحين واتخرب بيتهم السنه دي والسنه اللي قبلها، وفي مجموعه نواب ضد هذا المشروع. دول هيقدروا. حضرتك بتضربني مثل ولا ده من المشاريع اللي حضرتك ناوي تقدمها؟ انا عايز اخد فكره، يعني خالد يوسف لو فاز ايه اهم التشريعات اللي هتطالب بيها؟ ما انا بقول لحضرتك انا عندي حزمه من التشريعات هي كلها تعتبر معظمها في العداله الاجتماعيه. لان هي ديت اللي هتفوق مصر. انت بتتكلمي على البطاله، عايزه تحل البطاله مش كده؟ اكيد طبعا. تمام. انت هتحل البطاله ازاي؟ الهيكل الاداري للدوله او يعني الجهاز الحكومي اللي فيه 6 مليون موظف وعامل ممتلئ عن اخره، يعني نهار ما تلاقي هنا وظيفه ولا هنا وظيفه يبقى ساعد وهام. طب انت عندك 10 مليون عاطل هتوظفيهم فين؟ ما عندكيش غير ان انت تعملي مشروعات تنميه قطاع خاص، الدوله يعني تبقى سبورتنج تعمل لها مسانده بس الشباب يقتنع انه يشتغل فيها. طب وسط ممارسات القطاع الخاص اللي بتفصل فصل تعسفي واللي بتمضيك على استقاله لما تيجي تتعين عنده واللي ما بتضمنلكش لو انت حصل لك حادثه لا قدر الله ممكن تترمي في الشارع ويضيع مستقبلك لانك رجلك اتكسرت، وما عندكش معاش الى اخر الكلام ده كله، فالشباب مش مقبل على، انا بديك الحلقه عامله ازاي، فالشاب مش مقبل على القطاع الخاص،
لو عملت حتى مشروع تنموي كبير، مشروعات تنموية وفتحت آفاق للاستثمار والقطاع الخاص، الشباب مش عايزين يروحوا القطاع الخاص، عايزين يروحوا الحكومة عشان أأمن. طب إزاي أنا أقضي على البطالة في ظل الكلام ده، وإزاي أعمل تنمية؟ بقانون العمل، بحاجة بسيطة جدا. الدولة لما تيجي تفتح باب الاستثمار وتعمل تشجيع للاستثمار وكل الكلام ده، مش هيتحقق لو الشباب مش مقبلين على القطاع الخاص. انا ازاي اخليهم مقبلين؟ ان انا اديهم حقهم، ان انا اضمن لهم ان انت كعامل او كموظف في القطاع الخاص ليك نفس الحقوق والضمانات اللي موجوده في القطاع العام، ليك الحد الادنى للاجور زيها، ليك التامين الصحي، ليك التامين الاجتماعي، ليك المعاش، حدش يقدر يحصلك فصل تعسفي، الى اخر كل الحقوق اللي متميز بها القطاع العام. وبالتالي الملايين دي كلها هتروح تشتغل في القطاع الخاص وهي مرتاحه، وهتقف طوابير عشان تشتغل، يقوم عجله الانتاج تمشي يعني. فهتروحي عامله ضربه 100 عصفور بحجر بقانون العمل. مش بقول لك بقى يعني 100 قانون، قانون العمل على طول لما الدوله تساند الاستثمار وتشجعه وتحفزه، ويبقى عندها فعلا استراتيجي ورؤيه حقيقيه ازاي تطور المجتمع ده، وازاي تعمل مشروعات تنمويه تنهض بالمجتمع ده لقدام، هيبقى عتادها وجنودها هم العمالة، سواء من أول العامل الصغير لغاية المهندس لغاية الدكتور، يعني كل التخصصات دول مش راضين يروحوا هنا. فأنا هجذبهم إزاي هنا؟ إن أنا أديهم حقهم، فهيجوا. فهتبص تلاقي كل الأمور، الاقتصاد اتقدم، البطالة قلت، بيوت الشباب دول اتفتحت، اتجوزوا، ارتاحوا، الحياة، الاحتقان اللي موجود في المجتمع بقانونه، قانون واحد. شوفي عملتي الأفق إزاي، ومئات القوانين اللي زي ده، التأمينات والمعاشات، يعني اللي على درجة مدير عام بيطلع على المعاش بيلاقي معاشه. احنا محتاجين قوانين جديدة ولا تعليقات على القوانين اللي موجودة، ولا عندنا قوانين كافية بس محتاجة ان هي تفعل وتنفذ؟ لا، عندنا غابة من التشريعات لازم تتغير، لان المنطلق الجديد اللي عمله، الروح الجديدة اللي خليتها مواد الدستور واللي انطلق منها الدستور، يستلزم دستوريا ان القوانين دي لازم تتغير. واخد بال حضرتك؟ فانت عندك كل مادة في الدستور لازمها قدامها يقابلها في القوانين أكتر من 100 قانون لازم يتغير تبعا للكونسبت الجديد اللي انت خلقته، أو للروح أو للمنطلق الجديد اللي انت خلقته في مادة الدستور. واخد بال حضرتك؟ فانت عندك غابة من التشريعات لازم تتعدل، أو يبقى في تشريعات جديدة ممكن، وارد جدا، بس احنا عندنا غابة تشريعات، احنا بس مجرد نعدلها ونخليها تصب في صنع. مواكبة كمان للعصر والمرحلة الجديدة اللي احنا فيها. مواكبة، واهم من مواكبة، ما انت القوانين دي زي ما كانتش موافقة للدستور، ما هتبقى قوانين غير دستورية طبعًا. كلها يطعن على دستوريتها وتقف ويقف حال البلد يعني. مجرد البرلمان يجي وما يعدلش القوانين ديت، انا هطعن على القانون ده غير دستور. علشان تكون متطابقة مع الدستور، لازم تبقى مطابقة مع الدستور. طيب الشباب، شايف الشباب فرصهم ايه في البرلمان ده؟ والحقيقة انه الكل بيتكلم عن الشباب، حتى الرئيس نفسه قال او اتكلم عن أهمية وجود الشباب في البرلمان. فرصهم ايه؟ والله انا رايي فرصهم كبيره جدا. يعني في ايمان من الشعب المصري بدور الشباب. محتاجين ايه علشان يقدروا فعلا؟ محتاجين ان الشباب ان في قطاع من الشباب بقى عنده احباط، محتاجين نخرجه من الاحباط. ازاي؟ محتاجين ناكد له بدلائل عمليه ان الدوله عايزه تمكن الشباب. هو ما شافش، يعني شاف تصريحات الرئيس بس ما شافش فعل على الارض. متشكك هل الرئيس فعلا عايز يمكن الشباب ولا دي تصريحات؟ الفعل ده يعني يكون شكله ايه؟ الفعل لما تيجي تقولي ان عمر الوزاره اللي موجوده المتوسط الاعمار فيها فوق ال 65 سنه، يبقى انت بلد ما بتنتصرش للشباب. انا بتصور ان انت عشان تعملي دوله فتيه شابه لازم تنسفي حمامك القديم. لازم، وده دايما المثال ده انا بديه عشان الناس تفهم يعني ايه فكره الشباب. الشباب لما تيجي تفكري مثلا في تجربه زي تجربه عبد الناصر، ده جيل كان عنده حاجه و30 سنه لما حكم مصر. صح. جمال عبد الناصر ورفاقه كان عندهم 34 سنه. ولولا الروح الشابه بتاعتهم مش وطنيتهم بس، ما كانتش مصر قفزت القفزات اللي قفزتها في الخمسينات والستينات. بس الحكومه بتقول انه ما فيش كوادر كافيه، يعني ان هم انا هرد على ده، هرد على ده حالا. قول. فالناس دي ما كانتش مؤهله للحكم. جمال عبد الناصر ورفاقه ما كانوش، ده كان مقدم بجباش، ده كان اكبر رد فيه. كانوا صغيرين وما كانوش مؤهلين للحكم مصر. طلعوا كده عملوا ايه؟ جابوا خبراء جنبهم.
جاب فتحي رضوان في الثقافه وفي الارشاد القومي، جاب القيسوني، جاب السنهوري، جاب عزيز الصناعه اسمه مهم قوي. المهم يعني جاب ناس معاه خبراء، بس بالروح الشابه اللي هم كانوا يمتلكوها كان التارجت مختلف. وانا دايما بقول لو جمال عبد الناصر سنه 56 عنده 60 سنه ويمتلك وطنيه اكبر من اللي كان يمتلكها ما كانش قدر يعمل، ما كانش امم القناه، لان ده كان قرار متهور. احنا محتاجين البلد دي يحكمها شباب. ليه؟ انا بقول اللي فوق ال 50 ولا فوق ال 55 ولا فوق ال 60 اللي عليهم ان هم يقعدوا شويه على جنب ويشتغلوا مستشارين لاولادهم. يعني انا نفسي في وزير يبقى عنده 35 سنه. طب هيقول لي ده ما عندوش خبره في دولاب العمل. اللي عندهم خبره بقى هم اللي يساعدوه، اللي عندهم خبره يقعدوا جنبه، بس هو اللي يحكم، هو اللي ياخد القرار، وبالتالي يستفيد من خبرتهم، بس يبقى يملك الجرأة والابداع والخيال. لما يجي الوزير بيتقدم له، يجي له وكيل الوزاره بتاعه يقول له سياده الوزير ما ينفعش القرار ده لان اللائحه بتقول او القانون بيقول، يقول له لا خلاص ما دام اللائحه بتقول، ويخلص الموضوع على كده ويتقفل الموضوع حتى لو كانت قضيه عادله. تمام. الشاب لما هيجي له الوكيل الوزاره بتاعه ولا الموظف اللي تحته يقول له يا فندم بس في قانون او في لائحه، يقول له غيرها، يقول له اتفضل اعمل مشروع قانون وقدمه لمجلس الشعب عشان يغيره. ده هتبقى الروح اللي تحكم البلد. دولاب العمل سهل تعلمه، لكن جرأه الشباب وجساره الشباب ما تعرفيش تعلميها لواحد كبير. فالشباب دول انا لو عايز اخلي البلد دي تقفز احكمها بروح شابه، روح فتيه، فأخلي الأعمار في كل القيادات 35 و40 و45 بالكتير 50، ويبقى البلد كلها كده هتلاقيها بتلمع. وكل الخبرات العظيمة اللي عندنا هي الأساس في الحكاية، أنها هتقعد جنب هؤلاء، هتقعد جنبهم مستشارين وتقول لهم دولاب العمل في كذا وفي كذا وفي، هتقع هنا هتتكفي على وشك هنا لو عملت كذا، وتحذروا من ده وتفهموا ده، ما فيهاش أي حاجة. ساعتها الصورة هتتغير طبعا. هتتغير. أكيد هتتغير. طيب أنا عايزة أنتقل مع حضرتك بقى لأكتر من موضوع اليوم علاقة بالصورة والفيديو والأفلام والكلام ده. الأول نتكلم على الجزيرة ودور قناة الجزيرة، شايف دورها إزاي؟ يعني انقطعت شوية يمكن، أو يعني لجموا الحكاية شوية، بس خرج قصادها كذا قناة تانية إخوانية، يعني لما قطر كانت بتقول إن هي ملتزمة باتفاق الرياض، طبعا رجعت تاني الجزيره وموقفها المعروف من مصر. شايف الموقف ده ازاي في ظل تصريحات مثلا وزير خارجيه قطر ان مفيش مشكله مع مصر، وبين يجي تميم يروح امريكا يقول لك عايزين استقرار مصر واستقرار المنطقه العربيه، والافعال غير كده؟ لا مهمه. بص هقول لحضرتك حاجه، يعني هي دوله قطر اصلا اللي هي سبب شهرتها قناه، يعني او قناه عملت دوله معتمده على القناه وكان القناه مش تبعها، وهي تصريحاتها الرسميه اللي تؤاخذ عليها تصريحات كلها، يعني ممكن تغسل ايديها من كل الدم اللي موجود ومن كل الجرائم اللي بترتكب، لانها هي ما عملتش حاجه، هي ما اتمسكتش بحاجه، في حين من تحت الترابيزه بتمول بمليارات. هذه المؤامره دي هي اللي بتمولها كامله، مش في مصر بس، في ليبيا وفي سوريا بتمول، وفي ذات الوقت لها ذراع اعلاميه محترفين فيها، ناس يعني لعلهم على فكره مصريين، معظمهم مصريين يعني للاسف. للاسف يعني مصريين اسما بس، لا اللي اتعلم، انا بتكلم اللي علموهم، اللي علموهم، انا بتكلم انا قصدي اللي بيشتغلوا فيهم كمان. لا انا بتكلم على تجربه الجزيره نفسها. تجربه يعني لو حطيتيها في خانه، هي خانه مصريه، يعني اللي علموا المهنيين بتوع الجزيره كانوا مصريين، كان معظمهم مصريين، فمحترفين، متعلمين كويس قوي، عارفين فنون الصورة، عارفين كيف تؤثر في وجدان المشاهد، كيف تؤثر في عقله، كيف تصنع يعني التأثير الأكبر، فبيشتغلوا بحرفنة شديدة جدا وبحرفية شديدة جدا، وناجحين جدا على فكرة يعني. لكن أنا مش قلقان على الشعب المصري، إن الشعب المصري خلاص انصرف عنهم تماما طبعا، ما عادش يفرق معاه ما يقولوه جملة وتفصيلا. يعني زمان من سنوات كان الجزيرة لها تأثير لأنها كان لها مصداقية. دلوقتي أنا مش قلقان، دلوقتي في ناس بيكلموهم يتسلوا عليهم كمان بالظبط. فأنا ما عنديش قلق من ما تصنعه الجزيرة ولا ما تصنعه من يعني إحنا
بتصور ان احنا ما نقعدش نتكلم على ماذا يصنعوه، احنا نتكلم زي بالظبط كده لما يجي فيلم. بس في حاجه مهمه ان هم عندهم جزيره انترناشونال اللي هي يعني طبعا باللغه الانجليزيه هايله. طيب. وللاسف بينقل عنهم للعالم او الاعلام الغربي صوره مصر والعالم العربي. خليكي شاطره بقى واعملي انت قناه. ما ده اللي بقوله، ما احنا يعني محتاجين برضو ده. ما انا عايز اقول ان انا مش هقعد لما يصنع فيلم مثلا مسيء للرسول عليه الصلاه والسلام، مسيء للاديان، مسيء للذات الالهيه، نقعد هنا نندب ونصور. يا جماعه ببساطه اعمل فيلم قصاده، هات راس المال ده بدل ما تستخدمه في تدعيم اقتصاديات دول اخرى، اصنع بيه ماده تؤثر في وجدان العالم طبعا. تشرح بيه قضيتك، القضيه حتى القضيه الفلسطينيه. بكلمك على الثوابت الدينيه، الثوابت الوطنيه زي قضيه فلسطين. احنا ليه فاشلين في قضيه فلسطين؟ بديين يا دوبك ننجح في الراي العام العالمي ان اسرائيل قادره تقنع العالم كله ان قضيتها قضيه حق، وان احنا اللي متجنيين عليها، وان احنا الوحوش اللي محيطينها من كل جانب وكل شويه عين المضربه، ان هم هدفهم السلام والاستقرار. انا مهمتي كقوة ناعمه بقى، عودا الى بدء يعني زي ما انت كنت بتقولي في مقدمه كلامك لو بتكلمي عن القوى الناعمه، هنا بقى فين قواك الناعمه؟ ادعم القوى الناعمه دي وخليها تيجي تعمل افلام تتكلم على القضيه الفلسطينيه، افلام تتكلم على الحضاره الاسلاميه. اللي بيكلمونا على ان احنا ديننا ارهابي، طب انا مش هقعد اقول لهم انا مش ارهابي، انا مش ارهابي، انا مش ارهابي. مش هيقتنع، هو شايف الذبح قدامه وشايف ان دول هم المسلمين. العالم الغربي، انا بكلمك على العالم الغربي، هتقضيه ازاي؟ ان انت تقدري تعملي منتج ثقافي. قدم له الرساله المضاده، قدم له الرساله الحقيقيه. اما اجي اعمل تجربه العدل العمري، العداله الاجتماعيه في الاسلام مثلا، تجربه عمر بن الخطاب، واقدمها للعالم واوري لهم نماذج العدل بلغتهم بقى، الرئيس او الملك الذي عدل فنام فامن فنام فنام فننت يا عمر. يعني راجل حكم من درجه عدله نام تحت شجره. لما اوريهم هذه التجربه و عدالتها المطلقه دي اللي ما حصلتش في اي تجربه انسانيه في العالم، مش تجربه قدسيه. انت عارف دي هنا الكلام اللي يخليني اقول ان احنا اللي مهدرين طاقتنا. اما تيجي الجزيره تبقى قناه عالميه، هل اذا انا ليه قلت لك المصريين هم اللي علموهم؟ يعني احنا نمتلك الكفاءات. ازاي احنا مش عارفين نعمل قناه تواجه هذه الافتراءات، قناه حقيقيه تبقى معتد بها برضو في العالم، تبقى ماركه مسجله كده بتاعتنا، الناس كلها تستقبل الاخبار منها، ونبقى مهنيين جدا. فما انا مش عايز اقعد اندب طول الوقت على ان الجزيره بتهاجم، الافلام بتعمل افلام مسيئه للاسلام، الغرب بيتكلم. انت فكرتني بالرئيس وهو يعني حتى لما كان قدامه في الاستاد مدام يسرى واستاذ احمد السقا، وقال لهم يعني هتتحاسب. هو بيتكلم طبعا عن اهميه الفن والفنانين، طبعاً انه يعني بياكد على دور القوى الناعمه. بس خدي بالك من حاجه، دور القوى الناعمه من غير دعم ما تقدريش تعملي حاجة. الجزيرة دي عشان وهل هم عندهم دعم؟ يعني الفنانين عندهم دعم الآن من الدولة ولا لا؟ دلوقتي بادية الدولة تؤمن بدور القوى الناعمة، فبدأ يعني في لجنة شكلها رئيس الوزراء فيها 7 وزراء عشان نهضة صناعة السينما. ثم يعني أوصل لمسامع الرئيس الكلام ده عن شغل اللجنة، فيتحمس فيقول ومن عمدي انا لجنه برئاسه المستشاره فايزه ابو النجا والمستشار احمد جمال الدين، مستشارين الرئيس، يعملوا لقاء مع السينمائيين عشان يشوفوا هينهضوا السينما ازاي. ده اهتمام من الدوله لم نكن لا بالعكس، ده كانت السينما بتعتبر حاجه ترفيه وما كانوش مدركين. بقى في ادراك دلوقتي لاهميتها، في ادراك، وفي يعني بعتقد ان الفتره الجايه هتنهض السينما. ومش السينما بس، انا بتكلم من القوى الناعمه من اول الاعلام بفنونه كلها او بفروعه كلها، للادب، للفن التشكيلي، لكل الفنون، كل القوى الناعمه لابد انها تخش في المعركه. صح. خدي بالك من حاجه بقى، انا بتصور انها اهم. عشان اكسب المعركه ديت محتاج اغير فكر وغير ثقافه. هو صراع ثقافي وليس صراع سياسي طبعا. فانا دلوقتي انا في اطفال بتطلع ممكن تقتنع، وفي مرحله الصبا ممكن تقتنع بهذه الافكار المتطرفه، وده حاصل وبدا يحصل بالظبط. طب انا كيف امنع ده اللي هو اهم من ان انا حتى اصدر للعالم صوره الاسلام الحقيقي؟ كيف احمي اجيالي القادمه من في قطاعات منها تنضم لهذه الافكار المتطرفه؟ لابد من طاقات بالفن والاعلام والثقافه وكل ده. طيب، لانه وقتنا بينتهي، فانا في
صورتين اتصدروا على الشاشة في الفترة اللي فاتت، عايزة أعرضهم مع حضرتك. أولا صورة إرهابية وحشية، وطبعا هي مش صورة واحدة ولكن هي أكتر من فيديو بيزهوه داعش. قول لي هدفهم إيه وهم بيذبحوا وبينكلوا بضحاياهم بهذا الشكل، إن هم ينصروا أو ينشروا للعالم كله إن هو ده الإسلام أو إن هو ده اللي بيعملوه المسلمين. لا، هو الفكرة كلها زي فكرة التتار. التتار لما كانوا بيخشوا على بلد يحرقوها كلها بنسائها برجالها بأطفالها عشان البلد اللي بعدها لو هي قوية وهتقاوم ترتعد مفاصلها وتسلم. ونجحوا في ده. طب الصورة استخدام أدواتهم بقى، ما هو هنا ما هنا ده السبب، ان هم بيصدروا لك هول قسوتهم وان هم تطار يعني جايين هيقطعوك حتت فتسلمي. معتمدين على التأثير المعنوي للقوة الناعمة ديت او للقوة الناعمة للفيديو ده كقوة ناعمة انها هتأثر وترهب الناس وتخليهم ما يقاوموش كتير. طب والصورة نفسها من ناحية الفنية، يعني الناس بيعلقوا ان فيها احترافية جديدة وفيها كاميرات على اعلى مستوى هي من ناحية فيها كاميرات على اعلى مستوى وفيها تقنية حديثة. من ناحية ان فيها خبراء شغالين وناس فاهمين بيعملوا ايه. وده معناه ان ميزانيه عاليه بقى ولا ايه؟ طبعا ميزانيه عاليه، لان انا المشاهد مثلا اللي اتصورت بتاعه داعش الاخيره ديت بتاعه ليبيا اللي تخصنا يعني لما اقباط مصر اللي ذبحوهم، المشهد ده اتصور باريحيه كامله. يعني ايه باريحيه كامله؟ يعني انا بلاقي في حركه كاميرا، يعني في حاجه اسمها الشاريو اللي هو الجهاز اللي بيتحط عليه الكاميرا ويمشي. ده لازم له وقت استعدادات ويتحط فيها ساعه ونص عقبال ما تنصبي الشريو ده. اسالي الماشينيست اللي عندك. بقول لحضرتك. لا بنسال حضرتك. اما انا بقول لك يعني فبتبص تلاقي ده واحد حاطط الشريو والكرين، وبعدين وقت التصوير بتلاقي الاضاءه اختلفت على وش ال هسميهم الممثلين اللي واقفين القطر دول، لان انا معتقد ان دول من القطر اللي عملوا هذا المشهد القطعيه الواحده ديت المترين حجم واحد الحجم الواحد دول كاستنج. دول اللي بيستخدموهم في الفيديوهات عشان يبثوا الرعب في النفوس اللي بيشوفوها. طبعا دول داعش عباره عن لما تيجي لكن هو في الاخر ناس يعني عاديين، ناس عاديين اللي فيهم بكرش وفيهم قصير كلهم نفس الحجم يعني، ويعني ده ناس غلابه كلهم اقتنعوا بهذا الفكر المتطرف واستمرقوا الحكايه. لكن دول كرو مخصوص للتصوير، كرو للتصوير. انا بسميهم ممثلين دول واقفين. الاضاءه عليهم اختلفت من الصبح، انت عارفه الشمس لما تبقى الصبح بتشرق من هنا وبتبقى دم شويه وبعدين بتغرب من هنا. فلما بصورك الصبح بتبقى الشمس وراكي، لما بصورك بعد الظهر في نفس المكان بتبقى الشمس في وشك. فالاضاءه مختلفه على وشهم من لقطه للتانيه، ده معناه ان هم قاعدين وقت طويل، قاعدين من الصبح بالليل او على يومين تصوير. المهم ان هم احنا بلغنا بس في قد كده ان هم محترفين، هم عاديين. يعني اي فريق من القناه هنا هيعرف يعمل الفيديو ده احسن منه. يعني ما هياش بقى يعني خبرات عالميه كبيره. لكن عندهم الامكانيات. عندهم امكانيات، احدث كاميرات، احدث، وعندهم ناس، عندهم حد ادنى من الفهم، يعني مش حد ادنى من الفهم في التاثير، كيف يصنع الشوت الصدمه، كيف يصنع التاثير، كيف يصنع الشوت اللي في الاخر اللي ينهي بيه اللي هو الدم اللي في البحر. اللي هو طبعا مش منطقي، طبعا في رساله بيوصلها. يعني مش منطقي ان انت هتذبحي ناس على رمله ودمهم هيروح للبحر. فده معمول مخصوص. فناس فاهمه فنون الصوره بس ما تعظموش فيهم لدرجه ان هم يعني مش سكورسيزي يعني. تمام. طيب ومش خالد يوسف. ربنا يخليك. طب انا وقتي، لا الفيديو ده قالوا لي ان انا اللي عامله. لا معقوله؟ انت بتهزر بتتكلم؟ والله العظيم الاخوان منزلين، قناه الجزيره منزله ان الفيديو بتاع داعش ده صنيعه السيسي ونظامه واللي اخرجه خالد يوسف. قناه الجزيره قالوا الكلام ده؟ والله العظيم. اللي كانوا مطيرين طياره فوق باريس من يومين. طيب انا اخيرا وبسرعه لانه مبقاش معايا وقت، شايف الهجوم على اوبريت او كليب مصر قريبه ازاي؟ هتصدقيني لو قلت لك ما شفتوش؟ ما شفتش الاوبريت للاسف، والله ما شفته. فانا ما اعرفش اقول على حاجه ما شفتهاش. تمام. انا بشكرك جدا، المخرج المبدع، الكاتب والمخرج المبدع الاستاذ خالد يوسف، وان شاء الله هيترشح للبرلمان. بشكر حضرتك، نورتنا النهارده. شكرا ليك وشكرا لحضراتكم. اشوفكم بكره الساعه 7. استنوا.